لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بيقول الطاغوت أصله في اللغة من طغى أي جاوز الحد. قلناها الآية وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وتكلمنا مرة فاتت عن أن يعبدوا الله، مرة نتكلم عن اجتنبوا الطاغوت. فبيقول الطاغوت أصله في اللغة من طغى أي جاوز الحد، معنى الطغيان مجاوزة الحد. بيقول خالد بن القيم رحمه الله: الطاغوت كل ما جاوز العبد به حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أي واحد هيجاوز حده في العبادة، إن هو يدعو إلى عبادة نفسه، الاتباع بيكون في الهيئات، الطاعة بيكون في الأوامر. العبادة معروفة، إذا دعا الإنسان إلى عبادة نفسه فده معروف إن ده طغيان، جاوز حده. لكن الاتباع والطاعة فيهم نوع من الغموض. هل كل من قال لأحد اتبعني ولا كل واحد يقول لحد أطعني يبقى طاغوت؟ هو بيقول من معبود أو متبوع أو مطاع. الاتباع المطلق والطاعة المطلقة لا تكون إلا لله أو لمن أمر الله بطاعته أو اتباعه. قول لا اتبع ما أنزل إليك من ربك. وقول الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم: الآية الأولانية فيها اتباع كلام الله، اتبع ما أنزل إليك من ربك. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فده في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول الاتباع والطاعة لا تكون إلا أمر الله سبحانه وتعالى، سواء كان باتباع كلامه أو باتباع رسله. طب هل آحاد الطاعة والاتباع عبادة؟ فبنقول اللي بيطيع في أمر أو بيطيع في عمل من الأعمال أو عبادة من العبادات، ده بيبقى إما أن يطيع في أمر مباح فهو مباح، إما أن يطيع في أمر محرم فهو محرم، هيدور مع العبادات أو مع الأحكام الشرعية الخمسة. اللي هيتبع اتباع مطلق أو هيطيع طاعة مطلقة فده عبد من دون الله سبحانه وتعالى. يعني انت لو قلت فلان الفلاني ده يطاع مطلقا او يعبد مطلقا، يطاع مطلقا او يتبع مطلقا، يبقى دي عبادة له من دون الله. اما احد العباد عليك الصحابة، اما احد الطاعة واحد الاتباع فعلى حسب ما يطيع فيه وما يتبع فيه. ان اطاع في الكفر كفر، اطاع في المعصية عصى، ان اطاع في الواجب فهو فعل واجبا، وهكذا. يبقى فرق بين مطلق الاتباع وبين آحاد الاتباع، فرق بين مطلق الطاعة وبين آحاد الطاعة. بيقول طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه من دون الله. طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه من دون الله.
من دون الله ورسوله أو يعبدونه من دون الله ورسوله أو يتبعونه على بصيرة من الله ورسوله أو يطيعونه فيما لا يعلمون أنه طاعة لله. طاغوت كل قوم من يتحكمون إليه من دون الله إذا كانوا يعلموا أنه يحكم بغير ما أنزل الله تحكموا إليه، فده يصير طاغوت. طيب هل ده ليه كده؟ طب ما تسلم من كده فنقول طاغوت اللي بيتحاكم بغير شرع الله سبحانه وتعالى، اما ليه صورتين. الصوره الاولانيه ان هو يكون اتباع، ان هو يكون حكم مطلق، يكون تشريع عام ولو في مساله من المسائل. الصوره الثانيه ان هو يكون بيحكم في مساله لبعض افراد او اللي هم بيسموه الحكم الخاص. يعني حكم غير ما انزل الله هيبقى حاجتين، اما تشريع واما ايه؟ واما حكم في مسائل او حكم لاشخاص معينه. اذا كان تشريع عام فده كفر اكبر مخرج من المله. لو هو شرع تشريع عام هيتساقط، يلزم جميع البشر في مساله او في مسائل، فده كفر بالله سبحانه وتعالى. اذا كان يحكم في مساله بغير شرع الله فده هينظر بقى لاعتقاده، هل هو يعتقد انه يجوز له ان يحكم بغير ما انزل الله؟ اي تساقط، سواء بقى اعتقد ان حكمه ده افضل او مساوي، او مجرد ان هو اعتقد انه جائز، او اعتقد ان مفيش حكم لله اصلا في المساله دي، فكل ده هيبقى من الكفر الاكبر. اما ان فعل ذلك وهو يعلم ان حكم الله في هذه المساله كذا، وان الحكم الذي يلزمه هو حكم الله، انما فعل ذلك حكم بغير ما انزل الله لشهوه، فدوت بيكون عاصي لله سبحانه وتعالى، ما بيكونش كافر وما بيكونش طاغوت. ده كده تفصيل قضيه الاتباع والطاعه والتحاكم او الحكم. المتحاكم اذا ذهب الى من يعتقد انه يحكم بغير شرع الله فده كده تحاكم الى طاغوت. اذا ذهب الى من يحكم بغير شرع الله فده كده تحاكم الى طاغوت من الطاغوت. يقول طاغوت كل قوم من يتحكمون اليه من دون الله ورسوله او يعبدونه من دون الله او يتبعونه على غير بصيره من الله او يطيعونه فيما لا يعلمون انه طاعه لله. يقول فان كان المعبود صالحا وهو يأبى ان يعبد من دون الله صارت العباده للشيطان. اذا كان هو بيقول طاغوت كل قوم من يعبدونه من دون الله، يقول كل قوم يتحكمون اليه من دون الله او يعبدونه من دون الله، فلو كان هذا المعبود ليس راضيا، المعبود ده يأبى ان يعبد من دون الله سبحانه وتعالى، فتصير العباده هنا للشيطان وليست للطاغوت. والشيطان ده طاغوت من الطواغيت، لكن تبقى العبادة دي عبادة شيطان مش عبادة الشخص دوت. يعني هل يقال عن عيسى عليه السلام وهو معبود من دون الله؟ هل يقال عن عزير وهو معبود من دون الله؟ هل يقال عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو عن الحسن أو الحسين وهم يعبدون من دون الله؟ هل يقال عن هؤلاء أن هم طاغوت؟ في ناس تعتقد في النبي صلى الله عليه وسلم الربوبية، في ناس بتصرف العبادات للنبي صلى الله عليه وسلم وللحسن والحسين والآل البيت وهكذا، هل يقال عن هؤلاء طواغيت؟ يقول لا، ما يقالش عنهم طواغيت. ليه؟ لأنهم لم يكونوا راضين بأن يعبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. يقول صارت العبادة للشيطان الذي أمر بها، وصار من أمر بهذه العبادة هو الطاغوت، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال عز وجل: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم به المؤمنون. وإن كان المعبود ممن يدعو لعبادة نفسه أو يرضى بذلك أو حجرا أو شجرا أو نحو ذلك صار هو الطاغوت الذي أمر الله عباده أن يكفروا به ويتبرؤوا منه. بعدين بيقول بقى رؤوس الطواغيت
دي رؤوس الطواغيت خمسة. أول من ذكر هذه التقسيمة رؤوس الطواغيت هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. في ثلاثة أصول ذكر أن الطواغيت لهم خمسة رؤوس. فصل إيه معنى الرؤوس دول؟ لأن هم بمثابة الأساتذة أو الكبار بالنسبة للطواغيت. يعني كل من طغى، كل من جاوز حده كعبد وادعى لنفسه شيء من الربوبية، هنجده يندرج تحت صفة من الصفات الخمسة دول، تحت واحدة من الخمسة دول. بيقول الأول، الرأس الأول من رؤوس الطواغيت، الشيطان الداعي لعبادة غير الله، وهو يدعو إلى طاعة نفسه دون طاعة الرحمن، وطاعة الشيطان في الكفر بالله وتكذيب رسله. ده أول واحد هو الشيطان. وهنا علل لماذا يسمى الشيطان، أو ليه كان الشيطان رأس رؤوس الطواغيت، لأنه يدعو إلى طاعة نفسه دون طاعة الرحمن. وعليه فكل من دعا إلى عبادة نفسه أو إلى طاعة نفسه دون طاعة الله كان رأسا من رؤوس الطواغيت. يعني ده تسمية معللة. هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب نفسه في الثلاث أصول، ثلاث أصول قال الكلام دوت. هو بيقول الشيطان الداعي لعبادة غير الله، وبيضيف إليها وكذلك كل من دعا إلى طاعته، طاعة نفسه يعني، واتباع أمره، فإنه يكون مثله، يكون زي الشيطان رأس من رؤوس الطواغيت. طاعة الشيطان أو من يدعو إلى طاعة نفسه سواء كان الشيطان أو غيره، هنقول على نفس التفصيل اللي ذكرناه في كلام ابن القيم، هو بيدعو لطاعة نفسه مطلقا، يبقى دوت إيه؟ ده رأس من رؤوس الطواغيت، يبقى ده طاغوت رأس من رؤوس الطواغيت. لا، ده ما بيدعوش لطاعة نفسه مطلقا، لكن بيدعو لطاعة نفسه في أمور دون أمور. هنقول ده بيدعو لطاعة نفسه في إيه؟ إن كان في الكفر فهو رأس من رؤوس الطواغيت. إذا كان فيما دون الكفر كمعصية أو غيره فده لا يكون من الطواغيت. خلاص؟ فبيقول الشيطان الداعي لعبادة غير الله، الشيطان داعي لطاعته مطلقا. ثاني حاجة داعي إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى، وهو لا يدعو إلى شيء أصلا إلا ويكون غرضه منه أن يصل بذلك المدعو إلى الكفر. احنا نقول الوصف ده للشيطان مش وصف خاص، ده وصف معلل، وبالتالي كل واحد هيشترك مع الشيطان في العلة هيبقى راس رؤوس الطواغيت زيه. فيبقى كل من دعا إلى طاعة نفسه بقى طاغوت هو كمان، بقى راس رؤوس الطواغيت زي الشيطان. بنقول على تفصيل، ويدعو إلى طاعة نفسه مطلقا، طاعة مطلقة عامة، ده كده طاغوت. لا، ده يدعو إلى طاعة نفسه في مسألة أو في شيء، فنقول على حسب المسألة دي، إن كانت كفرا فهو طاغوت، فهو يدعو إلى طاعته في الكفر. لو هي لا دون الكفر، أمر دون الكفر، فخلاص هيأخذ حكم ما يدعو إلى طاعة نفسه. بيقول أما طاعته في المعاصي، بيقول وطاعة الشيطان في الكفر بالله وتكذيب رسله هي عبادته من دون الله، وأما طاعته في المعاصي التي يأمر بها مع اعتقاد القلب لحرمتها وبقائه على أصل الإيمان بالله ورسله فهي ليست طاعة تامة، إذ مقصوده الأعظم هو القلب لم يتحقق، ولذا فرق القرآن بين الشرك وما دونه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكذا نصوص السنة والإجماع في الفرق بين الكفر وما دونه من المعاصي. طبعا يخالف في ذلك الخوارج، فعندهم أن كل طاعة للشيطان كفر. ربنا سبحانه وتعالى قال ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. طب هم هؤلاء بني آدم اللي في النار دول كانوا بيعبدوا الشيطان عبادة سجود وركوع ولا عبادة طاعة؟ عبادة طاعة، ما كانوا بيطيعوا الشيطان، مفيش حد منهم كان بيتخذ الشيطان إله، كان فيش حد منهم كان بيقول إبليس إله، أو لو كان في منهم فقلة، لكن اللي في النار اللي بيكلموا ده كل أهل النار، معلوم قطعا إن مش كل أهل النار بيقولوا إن الشيطان إله، ومع ذلك ربنا قال ألا تعبدوا الشيطان، فالمقصود بالعبادة هنا الإيه؟ الطاعة.
فطاعة الشيطان عبادة للشيطان. الخوارج جعلوا ده أصل في كل طاعة للشيطان، فقالوا كل من أطاع الشيطان فهو إيه؟ فهو عابد له، وبالتالي فهو إيه؟ فهو كافر. هنقول لأ، صحيح مش كده، صحيح إن طاعة الشيطان معين، وهو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى صرح دينه في القرآن، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ودي طاعة للشيطان، ويغفر ما دون ذلك، وما دون ذلك أيضا طاعة للإيه؟ للشيطان. يقول وكذا نصوص السنة والإجماع في الفرق بين الكفر وما دونه من المعاصي. وحد العبد الذي لا يجاوزه أن يدعو إلى عبادة الله وطاعته، فإذا جاوز ذلك ودعا إلى عبادة نفسه من دون الله فقد طغى وجاوز الحد فهو طاغي. ده العبارة دي يفهم منها التعميم، حد العبد ألا يدعو إلى عبادة الله، ألا يدعو أن يدعو إلى عبادة الله وطاعته، فإذا دعا إلى عبادة نفسه بقى حاله زي الشيطان الداعي لعبادة غير الله، وهو يدعو إلى طاعة نفسه. الرأس الثاني الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، وهو طاغوت بنص القرآن. قال تعالى لم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. وقال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله زي ما ذكرنا على التفصيل في طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه، هل كل من حكم بغير ما أنزل الله أصبح طاغوت؟ بنقول الكلام دوت على تفصيل. الصورة الأولانية إذا كان ما يحكم به مما خالف شرع الله حكم عام ده يبقى طاغوت، إذا كان ما يحكم به ده في أمر دون أمر فهنقول آه هينظر هنا بقى لإيه مراده من الحكم، إلا حمله على أنه يحكم بغير ما أنزل الله. إذا كان اعتقاد أنه يجوز له الحكم بغير ما أنزل الله، أو جحود لحكم الله، أو يعني تفضيل لحكمه أو مساواة لحكمه بحكم الله، يبقى ده كفر مخرج من إيه؟ من الملة. إذا كان إثارا لشهوة الدنيا فده وإن كان يحكم بغير ما أنزل الله طبعا مع إقراره بحكم الله وإن هو دوت اللي يلزمه في الواقعة، لكن بدل فيما يلزم لحكم الله زي ان هو مثلا يضعف حديث وهو يعلم انه يرد شهادة شهود وهو يعلم انهم عدول علشان خاطر ينفي حكم الله في الواقعة دي، يقول ده حكم بغير ما انزل الله، لكن مش ده الحكم اللي بيبقى صاحبه طاغوت من الطواغيت. يقول وذلك لان حد العبد أن يكون حاكما بشرع الله محكوما به متحاكما إليه، فإذا جاوز العبد حده وادعى لنفسه صفة الربوبية وحق الألوهية في أن يحكم بما يراه دون شرع الله فقد طغى وهو طاغوت. الثالث الحاكم الجائر الذي يغير أحكام الله، وده ينظر أن يكون حاكما. أغلب الأحوال مش حاكم، أغلب الأحوال يبقى له صفة الطاعة كأنه حاكم، ده في أغلب الأحوال بيبقوا أحبار ورهبان. قول عبد الله بن المبارك وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها، أحبار السوء والرهبان يفسدوا في تبديل شرع الله. الملوك بيفسدوا بالحكم بغير ما أنزل الله. فبيقول حاكم الجائر الذي يغير أحكام الله وهو قريب من الذي قبله، إلا أن هذا النوع يدعي لنفسه حق التبديل والتعديل على أحكام الله من قبل نفسه كالأحبار والرهبان وشيوخ الضلال، والذي قبله يدعي لنفسه الاستقلال بالحكم كالعلمانيين والقانونيين الوضعيين الذين يخترعون الأحكام من هوى أنفسهم. قال تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. فقال الله لنبيه قل كونوا لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إليه. نعم إلا الملوك وأحبار سوء ورسانه. كنت هو دلوقتي حكم بحكم عام، هو يعرف ان هذا ليس حكم الله، وهو عارف ان هو غلطان ومستحق، عنده بالظبط زي واحد بيعبد الصليب وهو عارف ان هو غلطان وان هو يستحق، هو مش شرط في الكفر ان يكون صاحبه راضي بيه، شرط ان الواحد عشان يكفر اذا عمل الكفر ان يكفر ان هو يكون راضي بالكفر، لا كل من عمل الكفر سواء احبه او ابغضه راضي به او لم يرضى به فهو كافر، الا ان يكون مكره، لو هو مكره يبقى في الحاله دي خالص. التشريع العام اللي هو بيقول الحكم في هذه المسألة الذي يلزم جميع الخلق هو كذا، فده لا يتصور فيه إلا إن هو عمل كده، هو لأن هو يرى أن هذا الحكم يا أحسن يا أفضل، يا إما حكم ربنا لا يلزم، هو ليه هيترك حكم ربنا وهيشرع للناس كلها حكم ليس حكم لله؟ ده لا يتصور فيه شهوة، لأن هو مش هيكسب من كل الناس حاجة معينة، هو متصور في واحد في اثنين ان هو هيكسب، يعني هينال شهوة معينة او هينال رشوة من واحد او من اثنين، لكن هو يبدل حكم ربنا نهائيا، يغير حكم ربنا نهائيا، ده اللي تصور فيه الا اعتقاد القلب، مش ممكن يحصل مع هوى النفس او مع رغبة شهوة معينة. في مسألة ما دي تحتمل الهوى وتحتمل غير الهوى، فعشان كده بتفرق، بقول انت عملت كده ليه؟ هل انت جاحد لحكم ربنا؟ هل انت بتفضل الحكم ده عن حكم ربنا؟ بتساويه؟ هل انت بتجيز الحكم بغير ما انزل الله في المسألة دي؟ قال اه خلاص يبقى كده عرفنا ده اعتقاد قلبه كافر فكفر. لا ما بيلزمش جميع الناس بالحكم. يقول الرابع الكاهن الذي يدعي معرفة الغيب من دون الله، قال تعالى وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسوله، وذلك أن حد العبد ألا يدعي العلم إلا بما أعلمه الله، ومن صفات الربوبية التي استأثر الله بها علم الغيب، فإذا جاوز العبد حده وادعى لنفسه صفة الربوبية فقد طغى فهو طاغوت. يقول أيضا الغيب ده نوعين، الغيب ده غيب مطلق وغيب نسبي، فمن ادعى لنفسه انه يعلم الغيب مطلقا فهو طاغوت، ومن ادعى انه يعلم بعض الغيب فبنسأله ايه الغيب اللي انت بتعلمه ده، فاذا ذكر امر من امور الغيب المطلق اللي هي المفاتح الخمس اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال مفاتح الغيب خمس لا يعلمها الا الله، ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيب ويعلم ما في الارحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي ارض. لو ذكر ان هو يعلم واحده من مفاتح الغيب الخمس يبقى ده كده طاغوت. اما لو ذكر الغيب النسبي زي ان هو يقول لك انا عارف انتوا في ايه في بيتكم او هتغدوا ايه النهارده او انا هدلك مين اللي سرقك، فده غيب نسبي. يعني ايه غيب نسبي؟ يعني هو غيب عن اقوام دون اقوام، فبنقول له تعالى كيف علمته؟ لو علمه بكفر فهو كافر طاغوت، علمه بتسخير الشياطين يبقى ده كافر خارج من الملة، علمه بوسيلة تانية
زي ان يكون يأتيه جن بلا تسخير منه ولا حاجة، مخاوي زي ما بيقولوا، ويلقي في اذنه يقول له كذا كذا، الحاجة الفلانية الحتة الفلانية فيها كذا، او ان هو يكون بيبعت ناس يعني يثقفهم ويجيبوا له الاخبار. اذا كانت الوسيله التي علم بها هذا الغيب النسبي ليست كفرا فهو ليس طاغوت. اذا كانت الوسيله كفر فهو طاغوت. لو ذكر واحده من المفاتيح الخمسه فهو طاغوت. لو ادعى علم الغيب مطلقا ما فصلش فهو طاغوت. الخامس الساحر الذي يدعي ملك الضر والنفع والخلق والإحياء والإماتة وتقليب القلوب لصفيها أو عطفها على ما يريد، وكل هذه من صفات الربوبية. فإذا جاوز العبد حده حد العبودية ونسب لنفسه ذلك فهو طاغوت. قال تعالى وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. اللي يدعي النفس أي واحدة من دول فهو كافر بالله، هو كافر بالله سبحانه وتعالى، لأن الأمور دي لا تكون إلا لله. السحر ليس فيه عموم، في الساحر يقول أنا على كل شيء قدير، بعكس الكاهن. الكاهن يقول لك أنا أعلم الغيب، وتصور فيه العموم، لكن السحر هو بيسحر حاجة معينة. فهيستفي فيه بقى العموم اللي احنا ذكرناه في الصور الأربعة الأولانية، إلا إن هو يقول يعني أنا على كل شيء قدير، ودي لا تختص بساحر بقى، ده أي واحد يقول الكلمة دي سواء كان ساحرًا أو غيره، يعني الناس ما بيسموش اللي بيقول أنا على كل شيء قدير ما بيسموهوش ساحر، بعكس يقول أنا عارف الغيب، فبيقولوا أه ده يبقى كاهن. يعني الساحر ما فيهوش عموم، زي الكهانة والحكم والتبديل والطاعة، ما فيهوش العموم اللي موجود في الرؤوس الأربعة اللي فاتت. ده بالنسبة لرؤوس الطواغيت. دول بقى صفة الكفر بالطاغوت. ايه يا مولانا؟ هو المنجم هو الكهف. ان هو الكاهن اللي بيدعي ان هو يعلم الغيب عن طريق النجوم او غيرها، اما المنجم فهو الذي يدعي انه يعلم الغيب عن طريق النجوم. والمنجم ده تبع النجم يعني. والمنجم خاصة كذلك العراف. العراف ده ما يعرف المشروقات والاماكن المخفيات والحاجات دي، اما الكاهن فهو عارف. يقول صفة الكفر بالطاغوت ان تعتقد بطلان عبادة غير الله وبطلان ما ادعاه الطواغيت لانفسهم من صفات الربوبية أو حقوق الألوهية، فتبغضهم وتعاديهم وتكفر أهلها أهل عبادة الطواغيت، وتصرح بعداوتهم وتسعى بكل ما تقدر عليه باللسان واليد لإبطال عبادة الطواغيت حتى يكون الدين لله. يبقى هو ذاكر أمور هنا على الأنحاء الثلاثة، القلب والجوارح واللسان، ودي الصفة الكاملة للكفر بالطاغوت. دي الصفة الكاملة، صفة الكفر الكامل بالطاغوت. مش معنى ان اي واحد ان هو ده الكفر بالطاغوت، مش معنى ان اي واحد يترك شيء من الاشياء دي يبقى كفر بالله سبحانه وتعالى. لكن اصل الكفر بالطاغوت اعتقاد بطلان عبادة غير الله وبطلان ما ادعاه الطاغوت لنفسه وتكفير اهله. لا السحر فيه تفصيل على التفصيل اللي احنا ذكرناه. احنا كل الحاجات اللي ذكرناها قلنا فيها عموم وفيها خصوص. الخصوص ده هندور على اعتقاده في الخصوص ده. هنا هو ذاكر بالنسبه للساحر، ذاكر الساحر اللي بيفعل افعال ليس فيها تفصيل.
واحد يقول انا املك الضر، انا املك النفع، انا املك الخلق، املك الاحياء، املك الاماته، انا اقلب القلوب، انا افرطها واعطفها. بعكس السحر يقول جلا جلا، هو هنا هو تفضل. وفي الرابع الكاهن الذي يدعي معرفه الغيب. طب هل كل من ادعى معرفه الغيب كفر؟ عشان كده فصلنا. لكن الساحر الذي يدعي ملك الضر والنفع، كل من ادعى ملك الضر والنفع كفر؟ كل من ادعى الخلق كفر؟ كل من ادعى الاحياء والاماته كفر؟ مفيش تفصيل. ايوه، هو الحقيقه ان الشيخ هو اللي فصل هنا، مش احنا اللي تركنا التفصيل. يعني هو فوق اجمل، الاربعه الاولانيين اجمل، وفي الاخيره ديت هو فصل فاحنا تركنا. فبيقول أن تعتقد بطلان عباد غير الله وبطلان مدعاه الطواغيت لأنفسهم من صفات الربوبية وصفات الألوهية، وتسعى وتكسر أهلها. دول يمثلوا أصول، لو واحدة منهم غابت يبقى كده اللي تركها لم يكفر بالطاغوت، ليس عنده أصل الكفر بالطاغوت، لم يكفر بالطاغوت الكفر اللازم لدخوله ملة الإسلام. يعني اللي بيعتقد ان يجوز الحكم بما انزل الله ويجوز الحكم غير ما انزل الله، فده كده لم يعتقد بطلان ما ادعاه الطواغيت لانفسه. وان كان هو اجمالا بيقول لك نعوذ بالله لا يعبد غير الله، اتفضل بيقول لا يعبد غير الله، فان هو اعتقد بطلان عباده غير الله. لكن تفاصيل العباده ديت جه على ما ادعاه الطواغيت لنفسه واقر بيه، فده كده كفر. او هو بيقول لك انا اعتقد بطلان عباده غير الله وبطلان ما ادعاه الطواغيت لانفسهم، لكن الطواغيت دول مش كفار، الطواغيت دول لا يكفرون، الشيطان مش كافر. اللي بيدعي لنفسه انه يعلم الغيب مطلقا ليس بكافر، فده ترك تكفير المعلوم كفره ضرورته، ترك تكفير المجمع على كفره، وبالتالي بيقول يبقى ده لم يكفر بالطاغوت الكفر اللازم لدخول الاسلام. البغض والمعاداة والتصريح بالعداوة والسعي باليد واللسان والمال لإصطلاع عبادة الطواغيت، التصريح بالعداوة والسعي باليد واللسان والمال ده واجب ومنه مستحبات. أما البغض والمعاداة فدي على تفصيل. فمن ترك بغضهم لأجل ما هم عليه أو تهويلا وتحقيرا لما هم عليه. واحد قال لك لا يا عم اكرهه ازاي، ده بيعرف اللي هيحصل بكرة، ده اللي عارف امتى المطر هينزل، ده اللي بيحيي ويميت، ترك بغضه لأجل ذلك فده كده كفر بالله سبحانه وتعالى. واحد ترك بغضه يقول لك انا عارف اللي هو بيعمله ده غلط وكل حاجه بس ده صاحبي وحبيبي، فنقول ده كده ترك بغضه معصيه وليس كفر. فاذا كان عدم البغض سببه الاستهانه بكفره او الرضا بكفره يبقى كفر. وزيها المعاداة، ترك المعاداة إذا كان رضا بكفره أو استهانة بكفره، يعني شايف إن هو ما عملش حاجة كبيرة يعني مشكلة. إذا ده كفر بالله سبحانه وتعالى. أما إذا ترك البغض والمعاداة لأجل شيء من أمور الدنيا
فده لا يكفر وإنما يكون عاصي. هنا صفة الكفر الطاغوت اللي هو ذاكرها دي صفة الكفر الواجب الكامل بالطاغوت، ومنه أصل اللي هو اعتقاد بطلان عبادة غير الله وبطلان ما ادعاه الطاغوت لنفسه من صفات الألوهية والربوبية، وتكفير أهل عبادة الطواغيت، تكفير الطواغيت وأهل عبادة الطواغيت. دي أصول بدونها يبقى كفر بالله سبحانه وتعالى. البغض والمعاداة إذا كان تركها رضا لما عليه الطواغيت أو استهانة بما عليه الطواغيت فده كده كفر بالله سبحانه وتعالى. إذا تركها لحظ من الدنيا بيصيبه منهم سواء مودة أو مصاحبة أو كشف أموال أو كده يبقى ده ليس كفرا بالله، يبقى ده من ترك الكفر الواجب بالطاغوت وليس من ترك الكفر الركن بالطاغوت. تصريح بالعداوة والجهاد باليد واللسان والمال ده من الواجبات. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بسيفي وعثت بين يدي الساعة في السيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له. وهذا مصداق قوله تعالى حتى يعبد الله وحده لا شريك له تساوي حتى يكفر بالطاغيت. هو الله النبي بعث والله يعبد والطاغيت تعبد. فبيقول انا مبعوث بالسيف إلى أن تزول عبادة الطاغيت، لا يبقى إلا عبادة الله حتى يعبد الله وحده لا شريك له. يقول وهذا مصداق قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فتنة في الآية هنا معناها كفر. قاتلوهم حتى لا يكون كفرا ويكون الدين كله لله. فالجهاد الإسلامي غايته تحقيق التوحيد وإلته عبادة الطواغيت، كما قال ربعي بن عامر رضي الله عنه لرستم قائد الفرس: الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله، ومن ضيق الدنيا إلى سعتها، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام، فأرسلنا بدينه إلى خلقه لندعوهم إليه، فمن قبل ذلك قبلنا منه ورجعنا عنه، ومن أبى قاتلناه أبدا حتى نفضي إلى موعود الله. وفي الحقيقة في مجموعة كبيرة جدا من العبادات هدفها إزالة عبادة الطواغيت، بدءا من النصيحة وانتهاءا بالجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. ده كله باب واحد هدفه طمس عبادة الطواغيت، إما بطمس الأسباب المؤدية إليها من المعاصي أو بطمسها هي ذاتها بإزالة الكفر. فصل. قال تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى أي أمر ووصى، وهذا هو القضاء الشرعي الذي يحبه الله ويرضاه من الذي يسألهم عنه يوم القيامة ويحاسبهم عليه، وهذا غير القضاء الكوني في قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقضى ربك هنا القضاء ده قضاء شرعي وليس قضاء كوني. إيه الفرق بين الكونيات والشرعيات؟ قلنا في أمور كونية وفي أمور شرعية، في قضاء كوني وفي حكمة كونية وفي حكم كوني وفي أمر كوني وفي وصية كونية، في أمور كونية وفي أمور شرعية. إيه الفرق بين الكونيات والشرعيات؟ يعني مستمر في هذه الحاله اذا الكون ولا الشرعي؟ لا شرعي. اه شرعي. الكون الذي يعني يكون يعني لو دائم فعلا حاصل في الرساله ويكون على مواضيع عز وجل ويتم تنفيذه. لا طبعا الكلام مش لو معنى الكلام الاجابه صح. اتفضل يا ابني والله ما كنتش تفتح عليك تفهم الصراحة يعني. قد يقع قد لا يقع ويتعلق بالنسبة
بتقول الأمور الشرعية تتعلق بالرضا والمحبة، الأمور الشرعية تتعلق بالرضا والمحبة، وهي تعلم عن طريق الشرع. أنا أعرفها منين؟ من وهي مبناها على الرضا والمحبة. الأمور الكونية دي مبناها على النفوذ والحصول، هتحصل هتحصل، مبناها على التكون، هي اسمها كونية لأنها تكون، ودي تعلم بالحس والمشاهدة، ده اللي حاصل. وقد تكون مما يحبه الله، وقد تكون مما يبغضه الله. هي متعلق الكونيات الحكمة والنفس، متعلق الشرعيات الرضا والمحبة. الأمور الكونية بتحصل لأن فيها نفس وفيها حكمة، ولا يشترط ان هي تكون مرضية ومحبوبة. يقول قضى اي امر ووصى، وهذا هو القضاء الكوني، وهذا هو القضاء الشرعي الذي يحب الله ويرضاه من عباده، وهو الذي يسألهم عنه يوم القيامة ويحاسبهم عليه. وهذا غير القضاء الكوني في قوله تعالى اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. يقول هو متعلق بما اراد الله ايجاده وتكوينه مما يحبه ويرضاه، مما يحبه ومما لا يحبه، لكنه خلقه لحكمة بالغة ومصالح عظيمة. يبقى الأمور الكونية ومن القضاء الكوني متعلق الحكمة، متعلق إرادة الوجود اللي هو التكوين والحكمة. بيقول لو كانت الآية اللي هي قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه، لو كانت الآية من القضاء الكوني لما عبد غير الله أحد، ولا كان من لا يحسن إلى والديه، طبعا ولا كان بقى سائر الوصايا اللي موجودة في الآية. بيقول وفي هذه الآية، وفي هذه الآيات المحكمات التي نبهنا الله على عظم شأنها بقوله ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، فيها البدء بالنهي عن الشرك والأمر بالتوحيد في قوله لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ده أول الآيات، لا تجعل مع الله إلها آخر تقعد مذموما مخذولا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. والآيتين آخر الآية وأول الآية اللي بعديها بمعنى واحد. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى جعل آخر الآيات بيقول والختم كذلك، قال تعالى ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. الآيات ديت آيات من سورة الإسراء من الآية 23 أو من الآية 22 لحد الآية 39، آيات كلها وصايا. قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، بالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، قل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما رباني صغيرا، وآت ذا القربى حقه واليتامى والمساكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس، ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق، ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. مجموعه كثيره من الوصايا، اولها الامر بتوحيد الله سبحانه وتعالى، واخرها الامر به كذلك بالتوحيد. فبيقول هذا تنبيه على عظم شان التوحيد ومنزلته وخطر الشرك وعاقبته، اولا في الدنيا وآخرا في الآخرة، وفيه وجوب بر الوالدين والإحسان إليهما. طبعا ربنا سبحانه وتعالى كتب الإحسان على كل شيء، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ربنا كتب الإحسان على كل شيء، فلما يأمر بالإحسان إلى شيء من الأشياء يبقى ده إحسان فوق إحسان. يعني كأن الله سبحانه وتعالى يأمرك بالإحسان إليه إحسانا مبالغا أو إحسانا مضاعفا. وانت على كل الاحوال مطلوب ان لكل الناس، يقول لك وبالوالدين احسانا، يبقى انت مامور باحسان فوق الاحسان الطبيعي للناس. ماشي،
قال وقولوا للناس حسنا، إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نيجي يأمرك بالإحسان للوالدين، ده أمر بالإحسان اللي هو الإحسان اللي أنت مأمور به لكل الناس، ولا ده أمر بشيء زائد؟ ده أمر بإحسان زائد، ده أمر بزيادة في الإحسان. قوله اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هنا بقى في الأمر بالإحسان لمجموعة كبيرة جدا، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى، الأمر بالإحسان للقرابة واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. كل ده مأمور بزيادة أن يحسن إليهم إحسانا زائدا. بذي القربى أصحاب القرابات، اليتامى من فقد أبوه دون الاحتلال، المساكين اللي هم ذوي الحاجات، وده تنبيه بالأدنى على الأعلى. إذا أمر بالإحسان إلى المسكين فالأمر بالإحسان إلى الفقير من باب أولى. والجار ذي القربى الجار القريب، وده هيبقى مأمور بالإحسان لثلاث مرات. مرة عموم الإحسان، الله كتب الإحسان على كل شيء، ومرة في وبذي القربى، ومرة والجار ذي القربى. يبقى وليه الإحسان إحسانه مضاعف. بيقول والجار الجنب والصاحب بالجنب. الجار الجنب قيل الجار المنافق، وقيل الجار البعيد، وقيل الزوجة. والصاحب بالجنب قيل الصاحب الملازم، وقيل الصاحب ذو الرحم، وقيل الصاحب في السفر. الجنب قال ابن عباس الذي ليس بينك وبينه قرابة. والصاحب بالجنب قيل هو الرفيق في السفر، وقيل هو المرأة، وقيل هو الملازم يرافقك ويرجو نفعك. المرأة ده من مقيت الجار الجنب، والجار الجنب الذي ليس بينك وبينه قرابة، أو الجار الأدنى، أو على حسب الخلاف في معنى الجنب. هل الجنب من الجنبية ولا الجنب من المجانبة؟ المجانبة من البعد يبقى الجار البعيد، أو من الجنبية يبقى الجار اللي جنبك، الجار اللي جنبك على طول. يقول ورجح ابن جرير أنه يعم كل ذلك. فصل قوله تعالى قل تعالى وأكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تقدير الكلام وصاكم ألا تشركوا به شيئا. قل تعالى وأتل ما حرم ربكم عليكم، معناها ألا تشركوا به شيئا، حرم عليكم أن تشركوا به شيئا، ده معنى. أو المعنى آخر الآيات ذلكم وصاكم به، آخر الآية ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. فيبقى وصاكم ألا تشركوا به شيئا، فتفسر الآية إما بحرم ربكم عليكم ألا تشركوا، يبقى ألا هيبقى معناها أن هو، أو وصاكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وحرم عليكم مخالفة ما وصاكم به. دول تقدير الكلام وصاكم ألا تشركوا به شيئا، يكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم به، وهو الإشراك بالله. وهذه الآيات الثلاث تشتمل على 10 وصايا، أولها النهي عن الشرك. الآية دي تسمى آية الوصايا، الثلاث آيات دولة تسمى الوصايا العشر. والوصايا العشر دي موجودة في الكتب الثلاثة المعروفة، التوراة والزبور والإنجيل، موجود فيها الوصايا العشر. وكذلك الآية اللي قبليها اللي هي اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، ديت آية الحقوق العشر، ديت أيضا حقوق اتفق عليها أو اتفقت عليها الشرائع. كذلك الآية اللي في سورة الإسراء مما اتفقت عليه الشرائع. بيقول عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار
فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أتدري ما حق الله على العباد؟ اختلف أهل العلم فيه معنى حق الله على العباد. فقال بعضهم حق الله على العباد أي بمعنى المتحقق وجوده من الله للعباد، وقالوا إن الله سبحانه وتعالى لا يحق عليه شيء. جمهور أهل السنة على أن حق الله العباد على الله معناه حق لازم، أمر لازم على الله أن يفعله. ما اعتقدهم أن الله سبحانه وتعالى لا يحق أحد عليه شيء، إنما هو الذي يحق على نفسه سبحانه وتعالى. هي المسألة دي خالف فيها أهل البدع. فرد الحديث دوت قالوا لأن الله سبحانه وتعالى لا يحق أحد عليه شيء، وقالوا يلزم من هذا الحديث أن يقال أن الله محقوق لعباده، قصدنا عليه حق لعباده عليه السلام. فردوه ومن أهل السلام والجهة. ومن أهل العلم الواثق المعتزلة في ردها للحديث، لكن واثق المعتزلة في ردها للفظ حق الله أو حق العباد على الله ليس بمعنى الحق الملزم، وإن كان ما ردش الحديث. يعني المعتزلة ردت هذا الحديث بعقلها. بعض أهل العلم أبى أن هو يفسر حق العباد على الله بمعنى حق لازم على الله. جمهور أهل السنة، يعني مش أي واحد هيفسر حق العباد على الله، اتفسر بتفسيرين: تفسير أنه حق لازم على الله، التفسير الثاني حق بمعنى متحقق الوقوع، حاجة هتحصل فعلا. المعتزلة جمهور اللي بيفسر الحق بمعنى المتحقق الوقوع دول مين؟ المعتزلة. وإن كان ده مش قول قاصر على المعتزلة بس، ده من أهل السنة اللي قال هذا القول، قال حق الله زي الإمام الماردي رحمه الله، أظن ابن الجوزي كذلك قاله، إن هو حق الله أي المتحقق وقوعه عند الله سبحانه وتعالى، أمر متحقق وقوعه. جمهور أهل السنة بيقولوا لا، الحق هنا بمعنى حق لازم، أمر لازم وقوعه على الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى هو اللي أحق على نفسه عليه السلام. الله سبحانه وتعالى هو الذي أحق على نفسه ولم يخف عليه أحد من البشر. بيقول فيها أن التوحيد هو حق الله على العبيد، أما قوله حق العباد على الله، قال ابن تيمية هو استحقاق إنعام وفضل وليس استحقاق مقابلة. ده كلام جمهور أهل السنة، إن حق ربنا اللي أحقه على نفسه إنعاما منه وفضل، مش إن الناس هي اللي استحقته زي ما يستحق الأجير أجرته، أو زي ما يستحق البائع البضاعة الثمن ويستحق المشتري البضاعة. يقول استحقاق إنعام وفضل وليس استحقاق مقابلة، فهو سبحانه الذي أوجبه على نفسه ولم يوجبه عليه مخلوق، كما أنه هو الذي كتب على نفسه الرحمة وحرم على نفسه الظلم. يقول هذا قول أكثر أهل السنة، ومنهم من يقول حقهم أي المتحقق وقوعه. أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ يقول قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالحق ده المطلق يقابل المطلق، والأصل يقابل الأصل. فحق العباد على الله ألا يعذب مطلقا من لم يشرك به مطلقا، سواء شرك أكبر أو شرك أصغر. وحق الله على العباد ألا يعذب
عذابا لا ينقطع من مات وهو لا يعبد معه احد. ماشي. اللي هيحقق التوحيد كامل فيموت بلا معصية لا يعذب في النار. ده تحقيق كامل التوحيد، لا يشرك بالله شيئا، لم يشرك لا هوى ولا خميصة ولا قطيفة ولا درهم ولا دينار عليه الصلاة والسلام، لم يشرك بالله شيئا. طيب اللي مات وقد وقع فيما هو دون الشرك الأكبر، ده يبقى معاه أصل التوحيد، وبالتالي يبقى له أصل النجاة، هينجو، لكن مش لازم ان هو لا يعذب ادنى عذاب ولا يعذب شيء من العذاب. وكذلك يبقى ده الاصل مع الاصل والكمال مع الكمال. واضح ولا مش واضح؟ واحد توحيد مطلق ليس فيه ذنب ولا كفر، ده يبقى هينجو من العذاب مطلقا، لا عذاب في البرزخ ولا عذاب في القيامة ولا عذاب في النار ولا اي عذاب. واحد حقق اصل التوحيد ان هو مات لا يشرك بالله شيئا، يبقى ده له اصل النجاة، ان هو هينجو، هيبقى في الاخر مكتوب مكتوب ليه ان هو من اهل الجنة، لكن ده لا يقتضي ان هو له مطلق النجاة، ان هو مش هيتلمس خالص، مش هيتعذب خالص. من حقق التوحيد المطلق كانت له النجاة المطلقة، من حقق أصل التوحيد كان له أصل النجاة. يقول في الحديث جواز كتمان العلم الزائد للمصلحة الراجحة. العلم الزائد المقصود به العلم الذي يوجد أصله بين الناس ولا يحتاج إليه الناس في أعمالهم، إنما هو علم بالثواب وليس علم بالواجب. يقول جواز العلم الزائد، كتمان العلم الزائد للمصلحة الراجحة. والمصلحة الراجحة المقصود به هنا في حالة تعارض مصلحتين. لو هتتعارض مصلحتين تقول طب ما دي لو كتبنا فيها مصلحة ولو أزعنا فيه مصلحة، الحالتين فيهم مصلحة، فهل يجوز كتمان العلم في الحالة دي؟ فيقول إذا كان فيهم في المصلحتين دون مصلحة إيه؟ راجحة، من باب أولى جواز كتمان العلم إذا كان فيه إيه؟ مفسد. يقول وجواز تخصيص بعض الناس به، وفيه الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله وترك العمل، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وعظيم تواضعه، عظيم تواضعه لأنه كان رديف سيدنا معاذ، يعني كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، كان زمان لا يردف العظماء لا يردفون، ما حدش يركب وراه، هو بيركب على الدب لوحده. وفيه يعني حسن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عظيم تواضعه وحسن الادب من المتعلم، ان معاذ رضي الله عنه لم يجتهد بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، انما قال الله ورسوله اعلم. حسن الادب من المتعلم، وان من سئل عما لا يعلم من امور الدين قال الله ورسوله اعلم. وفيه فضيله معاذ، لان النبي صلى الله عليه وسلم خشي على غيره من الصحابه الاتكال ولم يخش على معاذ رضي الله عنه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.